دايما بنعمل الفته بطريقه تقليديه، بنعملها بطريقه ممكن على كذا شكل او كده، بس قلنا النهارده نعمل الفته فته العدس الحلوه بقى بتاعتنا، وتبقى برضو نحط فيها التاتش بتاعنا. دقتها وعجبتني جدا جدا، وميرسي جدا لطنط رشا، عملتها هايل، فقلت بقى لازم اعرفها لكل الناس. تعالوا الاول اقول لكم كده المقادير سريعا. احنا نعمل العدس عادي جدا، بعدين هنعمل الفته. عندنا العدس ناقعينه في ميه ومصفيينه، عندنا بطاطس، كوسه، طماطم، وجزر، وبصل، السمنه بقى عشان نحمر العيش فيها، وعندنا المرقه والشوربه مع البهارات والثوم والليمون. عايزين نعمل واحده لذيذه جدا، تعالوا بقى نبدا مع بعض. الاول اول حاجه عايزه اعملها، عايزه ادخل كل المكونات مع بعض علشان نقدر نعمل العدس. فاحط شويه من الزيت، هنخليه بس يحمر الاول شويه. طبعا العدس من الاكلات الحلوه قوي قوي، واحنا برضو مش هنعمله يعني هنتحكم مع بعض في التقل بتاعه، عايزينه يبقى سميك شويه علشان نقدر ان احنا نفرده ونحط عليه العيش ونعمله زي بقى الفته الحلوه. مش هيحتاج معانا رز، طعمه لوحده هيبقى خطير، ان شاء الله هيعجبكم قوي، ودي حاجه على ضمانتي. هنحط مع بعض بقى كل الخضروات، وعايزينهم كده ياخدوا لون حلو. اوكي كده، بصوا بقى معانا اهو، هنعمل البصل بس عايزاه يصفر شويه ويدبل علشان اقدر ان انا اكمل بقيه الحاجه عليه. هنحط بقى الثوم كده، هنزل بقى كله يستوي مع بعض، ونصفي البطاطس. هنحط الخضار دايما اللي بنحبه او بنرتاح له في العدس، فايه فتختاروا دايما الخضار الحلو برضه نفس الوقت يبقى مفيد، علشان احنا هنعملها بس هنعملها المره دي دسمه شويه يا جماعه. فايه يلا بصوا بقى كده منظر الخضار وهو محطوط، ونسيبه بس يدبل ويشرب اهو. نحط بقى العدس، العدس زي ما اتفقنا هنبقى ناقعينه في الاول. يلا تعالوا بقى نحط الشوربه او المرقه، وايه نسيبها تغلي. تعالوا بقى نحمر العيش على ايه، تعمل نحمر العيش. هنحط بقى الشوربة على الثوم، نديها بقى الخل عشان ايه، ممكن نعملها بقى ني في ني لو عندنا الشوربه على ميه سخنه ونحط فيها الثوم على طول، هتبقى سريعه. وايه معلقه خل او معلقتين خل تبقى سريعه معانا برضو. وهنا العيش برضو عندنا كده خلاص قرب. اضرب العدس في الخلاط وجهز الوصفه الثانيه، نطلع فاصل نرجع مع بعض. يلا هنبدا مع بعض، احنا ضربنا العدس، فتعالوا بقى نبدا نحطه هنا ونظبط بقى السمك بتاعه اللي احنا عايزينه. لو حابينه يبقى اخف، بس احنا هنعمل بقى الفته فمش هنبقى عايزينه اخف من كده. فاحنا الفته من الحاجات جوزة الطيب،
اللي بتتعمل علشان العزومات تعرفوا تعملوا اطباق حلوه كبيره. كمون نظبط بقى، نعمل بقى ملح وفلفل كده وعايزين نديله طعم حلو قوي.